بالفعل الحسن والطهر يفيض من القلب نهرا يسقي تربة وطني نضحك نمرح يا أصحاب نلعب نسرح بين الشجر نتنقل بين الألعاب ما أجمل أوقات السحر. ألم تعرف بدأوا بالإنشاءات؟ إنها ورشة كبيرة. بدأوا بهذه الإنشاءات منذ فترة لأنهم يريدون إقامة مبنى ضخم. ما هذه المشكلة؟ ما هذا؟ مكانه خطر، فلنبعده من هناك. بسم الله. إنه ثقيل جدا. لقد خفت كثيرا. لكن ما هذا؟ يبدو أنه آلي. إنه غريب الشكل. السلام عليكم. السلام عليكم. ما هو اسمك؟ هل أخبرتنا من فضلك؟ هذه الأزرار ما هي؟ السلام عليكم. السلام عليكم. لا يستطيع أن يقول سوى السلام عليكم. هذا الزر ما نفعه. لقد اختفى صوتي. اختفى. لقد صدر صوتك. وانت ايضا يا نمور. لقد خفت كثيرا. ما هذا؟ هيا نبتعد. اجل، من الافضل ان نبتعد. انه قادم يا نمور. المشروع الذي يريدون بناءه هنا؟ أجل، سمعت بهذا المشروع الضخم وعلمت أيضا أنه يتألف من أبنية ضخمة وشقق فخمة وملاعب ضخمة أيضا. حدث الشيء نفسه. الألي الغريب يمتص الأصوات. مساء الخير سوسن ونادين، كيف حالكما؟ بابا أوقفه هيا. أعرف ذلك، لكن لا يمكن التحكم به. هيا قف قف. هيا خذ نمور. ما الذي تفعله الآن؟ عاد صوت سوسن إليها. وأنت أيضا نادين. أنا سعيدة الآن، ولكن لماذا فقدنا أصواتنا فجأة؟ ماذا تفعلان هنا؟ نمور وببغاء فقدا أصواتهما أيضا. هذا غريب فعلا. انتظر نمور، إلى أين تهرب منا؟ إنهما يتصرفان بغرابة. وهذا ما يثير اهتمامي. ببغاء، نمور، لماذا تتصرفان هكذا؟ أجيباني. إنهما يلعبان معا كالمعتاد. صوتك خفيف، لا أستطيع سماعك. إنهم هناك. اسمعا، هل تفهمان منهما إلى أين سيذهبان الآن؟ لا، هل تستطيع أن تعلم أنت؟ سنذهب إلى موقع البناء وسوف نحصل على المال الوفير. وبالمال الذي سنحصل عليه قررنا أن نشتري الأراضي. وبعد شرائها؟ بعد شرائها سنبني سوقا ضخما نبيع فيها كل شيء.
هذا يعني أن المكان سيصبح غالي الثمن. في ذلك الوقت سنبيع الأراضي من جديد. وخلال يوم واحد سنصبح غنيا. وبعد إنجاز البناء الضخم سوف لن نحتاج إلى الحديقة أو الشاطئ ولا حتى إلى الغابة أيضا. صحيح. بالطبع فمساحة البناء الجديد ضخمة جدا، أكبر من مساحة جزيرتنا. أنا لا أوافق، لن يكون لنا ملعب وأنا ضد هذا. أجل وأنا مثلك، والضوضاء أمر لا يطاق. انظروا هناك، ذهب نمور والببغاء. لقد هربا ثانية. نمور هناك. بماذا تلعبان؟ ولكن نمور ماذا تفعل هناك؟ نادين. لقد تكلمت نمور، عاد صوتك. الحمد لله عاد صوتك ايضا. استرجعنا اصواتنا. هل شرحتما لنا ما هذه الكرة؟ لما لا تقتربان منا؟ فاذا هذه الآلة الكروية هي السبب في اختفاء اصواتنا. صح سوسن، انها السبب في ذلك. لا تقل هذا، انت الذي دفعتها لذلك. أجل، فكرتك صحيحة. لقد قلقنا كثيرا، أنا غاضبة منك يا نمور. آسف. إذن بسببها فقدتم جميعا أصواتكم، هذا رائع. قد تنفعنا هذه الآلة. ولكنها تبدو عادية جدا. ماذا تريدون؟ ماذا تريدون؟ إنها تتكلم. لا تغضبوها أرجوكم، إذا فعلتم ذلك فستغضب وتخفي أصواتنا. يا لها من آلة رائعة، صحيح سوسن؟ أجل إنها رائعة. شكرا لكما. أمر جيد أن تستطيع هذه الآلة إخفاء أصواتنا. صحيح، نستطيع أن نستخدمها لأسباب جيدة وليس لأسباب سيئة. طبعا. ولكن يا نمور يجب أن تؤثر عليها. لا تقل أكثر من هذا. لا 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 شيء. اسمعوا، عندي فكرة رائعة. ما هي فكرتك؟ بواسطة هذه الآلة سنزيل صوت الضوضاء من ورشة العمل. أنت ذكي جدا نمور. ستزيل كل هذه الأصوات. لكن هذه الأصوات تمنحنا فرصة للربح. وهل تستطيع إخفاء كل هذه الأصوات؟ اسمعوا هذه الأصوات. هيا نزيل هذه الأصوات نمور. هيا أيتها الآلة. الأصوات فعلا. لقد اختفت تماما. أنت هنا. هذا رائع، أخيرا نجحت، أنت رائعة حقا. ترى من يكون هذا؟ أعتقد أنه مخترع الآلة. أيها الصغير، أنت الذي ساعدتني. أجل، أنا. وأنا أيضا. بارك الله فيكما، كنت أحاول إحضارها إلى هنا لكنني فقدتها. يا عم، أنت اخترعتها بنفسك؟ أجل، منذ أعوام وأنا أعمل على إنتاج هذه الآلة وأخيرا نجحت في مهمتها. اسمع، لأي سبب فكرت في اختراع تلك الآلة؟ ها؟ لأنني لا أحب الضوضاء. إذا استطعنا إبعاد كل الأصوات المزعجة تخيلوا كم سيكون عالمنا هادئا. لكن إذا تم استخدامها بشكل خاطئ هناك مشكلة. أعتقد ذلك. هذه المرة الدور يبدأ من عندي. لكن في المرة الماضية أنت بدأت اللعب. هاي مشكلة كبيرة، لقد سمعت أنهم ألغوا المشروع. أنت متأكد؟ أنت غير صادق أبدا. هيا نذهب ونتحقق من ذلك. والآن ما رأيكم؟ ترى ما الذي حدث؟ أعتقد أن قوة الآلة أخفت جميع الأصوات هنا فخاف العمال منها وتوقفوا عن إكمال ذلك المشروع.
إذن المال الذي سنحصل عليه ضاع منا؟ هذا مؤسف، ما العمل الآن؟ لقد فقدنا فرصتنا مرة ثانية، نحن دائما هكذا. للخوف ابدا، ساهتم بك جيدا صدقني. السلام عليكم نادين. وعليكم السلام. هيا له من طائر جميل. ولكن ما به؟ انه يتالم، كان عالقا بين الاغصان. انه مجروح فعلا. اعرف انك تتالم، اسفه. لماذا نمور؟ انا اسف. سوف أنادي ببغاء ليأتي ويتفاهم معه. حسنا، إذا ببغاء سيوضح لنا عما يتحدث.